دريا عوني صحفية ومؤرخة مصرية. دريا محمد علي عوني كاتبة وصحفية ومؤرخة مصرية. ولدت دريا عوني بالقاهرة عام 1937 من أب كردي هو المؤرخ محمد علي عوني، ومن أم مصرية صعيدية هي زينب محمد رفاعي. وقد تأثرت دريا بوالدها المؤرخ المرموق الذي وفد إلى مصر عام 1913 خوفاً من ملاحقة السلطات التركية للطلبة الكرد ليكمل دراسته بالأزهر الشريف ويحصل منها على الشهادة العلمية ويحصل على ليسانس الآداب قسم الجغرافيا من جامعة القاهرة. وبعد إنهاء دراسته منعته السلطات التركية من دخول أراضيها لكونه من أشد المدافعين عن القضية الكردية، وهو الذي ترجم كتاب شرفناماه والذي يتناول تاريخ الإمارات الكردية إلى العربية. فبقي في القاهرة وعمل في قصر عابدين وعهد إليه الملك فؤاد بترجمة الوثائق العثمانية المرتبطة بمصر إلى العربية، وعهد إليه أيضاً بمهمة الإشراف على مكتبة القصر. كما كلف بتدريس اللغة والحضارة الفارسية للأميرة فوزية عندما خطبت لشاه إيران عام 1938، ومنحه شاه إيران وساماً فارسياً رفيعاً تقديراً له، علاوة على وسام النيل الذي منح له من مصر. لكن العلاقة ساءت بينه وبين الملك فاروق عندما رفض طلبه بأن يتلاعب بالوثائق ويثبت انتماءه إلى النبي محمد مقابل مكافأته بألف فدان، ولكنه رفض أن يخالف ضميره حتى توفيه في عام 1952. سافرت دريا بعد وفاة والدها إلى العراق لمدة عامين حيث كان يعيش عمها ليتولى رعايتها، وبعد العراق سافرت إلى باريس والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما درست الترجمة الفورية أيضاً. تميزت دريا بكونها مؤرخة وكاتبة وصحفية موهوبة، وحققت نجاحات سريعة في بداية حياتها العملية كصحفية بوكالة الأنباء الفرنسية ومراسلة لدار الهلال في باريس، حيث نجحت في تحقيق خبطات صحفية وانفرادات دولية ومد المجلات التي عملت بها بالرسائل والتحليلات والتحقيقات النادرة. تم اختيارها بالاقتراع العام المباشر أول رئيس لنقابة الصحفيين المهنيين في فرنسا، وكانت دريا أول صحفية قامت بتغطية الحرب العراقية الإيرانية لحساب وكالة الأنباء الفرنسية، وأول من عرفت القارئ بفرنسا والعالم بالمجازر التي ارتكبها نظام صدام حسين بحق الكرد العراقيين غير مبالية بالمخاطر بروحها. واشتهرت كصحفية بجرأتها وجلدها وصراحتها اللاذعة ويقظتها الفكرية، وقد كان محط اهتمام العالم عندما نجحت وساطتها بالإفراج عن رهائن احتجزوا في السفارة السعودية بباريس، وقد مكنها انصهارها في المجتمع الفرنسي من أن تكون بوصلة للمصريين، ولم تمن بوقتها أو جهدها على أي مصرية أو مصري يزور باريس، وقد كان بيتها يموج بالمستشرقين والأدباء والشخصيات العامة. قضت دريا عوني حياتها في سبيل تعريف العالم بقضية الكرد، والتقت بالزعيم عبد الله أوجلان، وسعت بكل جهدها لتوثيق التواصل الكردي العربي للاعتراف بحقوق الكرد، ولم تكن تخفي غضبها على الوضع الكردي المزري والمأساوي والمجازر التي تتم بحقهم والإنكار والتهميش المتعمد من كل حكومات المنطقة وسكوتهم عما يلحق بالكرد من أذى وتهجير وتشريد. ولعبت دوراً أساسياً في منتدى الحوار العربي الكردي في القاهرة عام 1998 لاستقطاب خيرة الكتاب والمثقفين البارزين المصريين والعرب، وتركت ثروة للمكتبة العربية تشرح وتفسر هذه القضية السياسية والإنسانية تتكون من 4 كتب، وهي الأكراد، عرب وأكراد خصام أم وئام، الأكراد عبر العصور، الأكراد في مصر عبر العصور، ولقبت بأم كرد مصر نتيجة قيامها بتوثيق وتأريخ الوجود الكردي في مصر وأسهاماتهم في مصر وحضارتها. رحلت دريا عوني عن دنيانا في 15 آذار من عام 2015 بالعاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض امتدت لعدة شهور، تاركة وراءها علماً غزيراً وسيرة ذاتية مشرفة.